السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في تقرير اليوم الجديد المقدم من ثينك ماركتس، معكم محمد زيدان. طبعا الأسواق امبارح تزداد عليها الموجات البيعية وقوة الدولار الأمريكي ويصل لأعلى مستوياته منذ 30 شهر. طبعا ده جاي كله من تباين الأداء الاقتصادي بشكل عام، الأرقام الأوروبية من سيء إلى أسوأ، والأنظار كلها تتجه لمراكز بريكزيت، المحادثات التجارية الأسبوع القادم، وعندنا بيانات تقرير وظائف الغيظ الراعية يوم الجمعة. باختصار دلوقتي احنا شفنا برضو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي بيخفض الفايدة 25 نقطة أساس لتصل مستويات متدنية، وده ضغط على الدولار الأسترالي زي ما هنشوف في التحليل الفني. تعال نبدأ باليورو دولار ونشوف أهم المستويات اللي بنتابعها والنماذج الفنية. أول حاجة نبدأ باليورو ونشوف اليورو تجاوز مستويات 1.0920، ودي ذكرناها امبارح في تقريرنا، كانت مستويات محورية وكان احنا رؤيتنا سلبية، وده اللي ضغط على تداولات اليورو، وده اللي متوقع ان هو نشوف استمرار ضغوطات بائعية تدفع لليورو لمستويات 0.58 ومنها ل 780. بالنسبة للجنيه الاسترليني امبارح قلنا برضو ان هو عند مستويات دعم مهمة ومستويات محورية 22.50، مش مستويات سهلة ان هو يتخطاها بسهولة، ولكن اي اغلاق تحت مستويات 22.50 ده خلينا نشوف هبوط لمستويات 21.50 مرة اخرى. بشكل عام النهاردة الاسواق تنتظر تعديل من قبل بوريس جونز رئيس الوزراء البريطاني، تعديل على خطة البريكزيت محاولة من الوصول لاتفاق مع الاتحاد الاوروبي قبل نهاية الشهر، وهو موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. من ناحية فنية شوف الاستقرار، قد نشوف بعض الارتفاعات مرة تانية، دلوقتي مش اسعار مجزية ولا للشراء ولا للبيع، اي تدخل على الاسترليني في الاسعار الحاليه تعتبر مخاطره عاليه، يفضل انتظار صعود وممكن تبيع من مستويات ال 23 50 او 23 80 وتستهدف مستويات ال 21 50 مره اخرى. ولكن على الجانب الاخر لو شفت خلال 4 ساعات اغلاق تحت ال 21 50 ممكن تبيع وتستهدف مستويات ال 20 80 مره اخرى. تعال بقى نتكلم على الدولار الاسترالي، ضغوطات بيعيه طبعا منطقيه، واضح ان هو هيبحث عن قاع جديد. لو رحنا على التيار الزمني الاسبوعي نشوف مستويات الدعم اللي احنا منتظرها، هنلاقي ان المستويات الحاليه مستويات مهمه جدا مع استمرار ضغوطات تبعية. لو النهارده كمان شفنا هذا النموذج السلوك السري ده معناه ان احنا نروح 65، ودي على فكره لو رجعت تقارنا كان مستهدفاتنا على المدى المتوسط. من ناحيه مضاربيه كنا امبارح في الجانب الحياد، ولكن تاكد ان احنا الافضل نبيع دلوقتي اختراق القاع دوت. واضح الدولار الاسترالي امام مزيد من ضعف، خفض الفايده من استراليا، قوه الاقتصاد الاوروبي الامريكي ده يخلي كل الضغوطات تتجه على الدولار الامريكي. اهم حاجه اللي يبيع يفضل سيناريو، حاط سيناريو بيع هو المحتمل ما دام السوق تحت مستويات ال 67 80 67 80، دي اهم مستويات مركز عليها، ما دام السوق تحتيها هيدينا مزيد من الهبوط مره اخرى. النيوزيلندي دولار يلحق الاسترالي دولار، طبعا ضغوطات بيعيه مستمره، ما زلنا منتظرين اهدافنا عند ال 61.5، والنهارده اتوقع ان السوق ماشي في صالحنا. اهم حاجه ما اشوفش راجع تاني فوق 62 80، هفضل ابيع ما دام السوق تحت 62 80. الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي ما زال داخل الحركة العرضية، بغض النظر ان احنا قلنا هو وصل للحد السفلي وهنشوف بعض الارتفاعات، وبالفعل بدأ يرتفع مستهدفاتنا عند 33. طيب هو عامة عشان تبني اتجاه متوسط الاجل او المدى المتوسط، اما حاجة كسر 83 33 هيودينا 35، كسر 32 هيرجعنا تاني لل 30. غير كده احنا نتداول داخل حركة عرضية، وصلنا لحد السفلي تداولات امبارح، شفنا بعض الارتفاعات النهاردة تتوقع انها تستمر لغاية 3 مستويات 1.33. الدولار الامريكي مقابل الين الياباني زي ما احنا شاريينه، مستهدفاتنا عند 158 اتوقع حققها، اتوقع ان الزخم الشرائي دوت يدفع ان السوق يرتفع اكتر لمستويات ال 108.80، بشرط ان احنا دلوقتي ما ننزلش تحت اللون النهارده اللي هو عند 107.80. بالنسبه للذهب حقق اهدافنا كلها سواء على المدى المتوسط او المدى القصير، وصلنا لمستويات المستويات 56، ودي كانت توقعاتنا في تقرير كذا تقرير ذكرناه من الاسبوع السابق. دلوقتي من المتوقع نشوف موجه تصحيح صاعده الى عوده ل 1482 سيناريو محتمل، التاكيد على الدعم المهم اللي تم كسره دوت، وده يستغل ممكن نستغله لفرص بيع. غير كده نفضل المحايدين للمضاربه السريعه، ممكن تشتري استهداف 30 40 نقطه وتطلع تاني، ولكن السيناريو هبوط سيناريو محتمل. مستوى الدعم دوت خلينا نشوف السوق على الاقل يرجع ل 72 ومنها ل 82 مره تانيه. النهارده مش هشتغل على الذهب، هكون متفرج عليه واستنى السلوك السعري واتاكد اكتر مع ميولي ان هو اشوف صعود تصحيحي. النفط على عكس المتوقع
كسر 55، ودي إشارة سلبية من الناحية الفنية، وده يدفعنا إن احنا نكون مستهدفاتنا عند 52.5 بشرط ما نشوفش السوق يرجع تاني فوق $56 للبرميل مرة أخرى. البيتكوين برضو بايعين بعض الارتداد المنطقي من مستوى 7600، كانت أهدافنا دلوقتي نفضل منتظرين. لو شفنا السوق عند 8500 أو 8800 دي فرص بيعية مرة أخرى ممكن تبنى عليها صفقات بيعية لاستهداف العودة تاني 7500. أهم حاجة يبدأ السيناريو والبيع هو السيناريو المفضل ما دام السوق مطلعش فوق 9200. أخيرا وليس أخيرا الداو جونز إحنا سارينه وشفنا ارتفاعات إمبارح وارتداد والعودة فوق 27000. أتوقع إن قد نرى استمرار للصعود لمستويات 27150 27350 زي تقرير إمبارح مجدي. أهم حاجة إن السوق منزلش تاني تحت مستويات 26720. ده باختصار أهم مستويات دعم المقاومة. تاني مرة سواء شاري أو بايع لازم الالتزام بإدارة رأس المال والالتزام بأمر وقف خسائر، لأن السوق فيه تقلبات مرتفعة وممكن في أي لحظة نشوف صدور قرارات جديدة أو أخبار جديدة سواء على أوروبا أو البريكزيت أو حتى أمريكا، وده قد يغير التداولات بشكل جذري. شكرا للمتابعة، كان معكم محمد، مع السلامة.